يستحق بصراحة ان هو يعني يلعب، وكل التحية للجهاز الطبي. زي ما بننتقد الجهاز الطبي في بعض الاوقات، لازم ياخدوا التحية ان هم لحقوا يجهزوا الشناوي، سواء بقى بالمسكنات او بكده. الراجل لعب وقدم اداء يعني 10 على 10. ارقام محمد الشناوي، يمكن هو تصدى، جات له تسديدتين بس اتصدى ليهم، ونجح في الحصول على الكرات العرضية في كورتين من اثنين، يعني بنسبة نجاح 100%. خرج من المرمى عشان يبعد الهجمة او ينقذ انفراد مرتين، حصل على فاول واحد، عمل 8 تمريرات طوليه. فارقام محمد الشناوي ارقام كويسه، يستحق التحيه. حارس عنده شخصيه، وحتى قلت لحضرتك في الاستوديو قبل المباراه ان هو الراجل اختار محمد الشناوي، ان هو الراجل بيثق فيه، حارس منتخب مصر، عشان ميزه فريق شبيبة الثوره ان هو بيلعب على الكرات العرضيه والتمرير الطولي. والراجل الشناوي مستو كلها، يعني انا شايف احسن حارس في مصر بيطلع على الكرات العرضيه هو محمد الشناوي، عشان كده الراجل اختاره. تمام، يعني انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور احمد على كل هذه الارقام. عندك ارقام تانية عايز تقولها ولا كله كده تمام؟ كله تمام. في محمد هاني طبعا، زي ما حضرتك اتكلمت عنه، محمد هاني يمكن هو صنع فرصتين محققتين. تعرف باك رايت زي بقى لازم محمد هاني يعني بصراحه يستحق التحيه. يستحق التحيه. وما ننساش برضو ناصر ماهر. ناصر ماهر راح على الجون 3 محاولات، حصل على 4 اخطاء، عمل تمريرات طوليه كتير جدا النهارده. يعني هو بيلعب كارتكاز ثالث، الطريقه بتلعب 4-3-3 اللي كان ناصر ماهر وكريم ندفد وعمرو السوليه قدم اداء كبير في دور الهولدنج ميدفيلدر، بقاله ماتشين بيلعب لاعب قطع كرات. فالطريقه بتلعب يعني الاهلي بيلعب 4-3-3 مع لاسارتي في المباراه الاخيره كلها. تمام، انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على هذه المعلومات الرقميه الحقيقه اللي دايما بتمتعنا بيها. شكرا جزيلا. عقبال البطوله ان شاء الله. ان شاء الله زي ما قلنا لحضرتك.